ايها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الافاضل، ارحب بكم اجمل ترحيب واجدد لكم التحية مرة اخرى بانطلاقة وتحديات اشواط سن اللقاية. الشوط الرئيسي لفئة اللقاية بكار الانتاج بشعارات اصحاب السمو الشيوخ والسعادة المتواجدين والمندفعين هنا باحثين عن الانتصار على اشواط الانتاج والمنتجين. نتابع هذا التحدي والاربعة كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الاسماء الكبيرة. نبدأ مع البداية ومع الصدارة مباشرة، تتواجد الدوحة بشعار هجن انتاج مزبار بمتابعة فاران بن محمد بن قريع المري، يتابع ويراقب هذه المنافسة باندفاعة وانطلاقة الدوحة مع الصدارة. بينما المركز الثاني اتابع ديما لهجن انتاج ام الزبار بمتابعة مبارك بن محمد بن صرير المري، يتواجد هنا متابعا لديما التي تتواجد في المرتبة الثانية. بينما المركز الثالث اتابع المشاركة مع حربة ايضا بشعار هجن انتاج ام الزبار بمتابعة مبارك بن محمد بن صرير المري. بينما المركز الرابع وصلت عهود لسعادة الشيخ سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني هادي بن جار الله بن علي بن جار الله، متابعا مراقبا لهذه المنافسة مع عهود التي تحتل المركز الرابع. المركز الخامس نتابع المنافسة، وصل شعار عين خالد القادم والمتواجد مع زمجرة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني ومحمد بن خيد بن برقان بن مقارح الصارم، هنا حاضر ومتواجد كعادته دائما يتواجد بالاشواط الرئيسية يقدم لنا هذه الاسماء الكبيرة وهذه العطاءات المتميزة مع هذا الشعار الكبير. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الاولى، للخمس الاسماء الكبيرة التي تندفع وتشارك باحثا عن هذا الشوط الرئيسي للانتاج، باحثا عن هذا الانتصار مع هذه الشعارات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة. نتابع الأسماء، نتابع النجوم الساطعة التي تحلق على أرضية ميدان الشحانية ميدان التحدي، نتابع تحديات المقدمة، نتابع الصدارة هناك مع اندفاعة وتحديات الدوحة التي ما زالت تسيطر على زمام الأمور باندفاعة وانطلاقة الشعار هجني انتاج ام الزبار بمتابعة فاران بن محمد بن قريع المري. ولكن ديما يا ديما، ديما بدأت تتسلل الى الصدارة والى المقدمة مباشرة بشعار هجن انتاج ام الزبار مبارك بن محمد بن صهير المري. في المتابعة والتضمير يقدم لنا اندفاعة ديما على المركز الاول وعلى المركز الثالث في حربة بشعار هجن انتاج ام الزبار بشعار بي وبتحديات هذه المؤسسة العملاقة التي تشارك في اشواط الانتاج. نتابع المركز الرابع، عهود غادمه ومشاركه بشعار سعاده الشيخ سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني هادي بن جار الله بن علي بن جار الله، متابعا لعهود التي تندفع مع المركز الثاني. وثالثا الالتماس ايضا هنا بشعار سعادة الشيخ عبد الله مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني هادي بن جار الله بن علي بن جار الله، هنا متابعا مع هذه المنافسة المميزة مع الخمس المراكز الأولى. نتابع الأسماء، نتابع الشعارات، نتابع هذه النجوم المميزة في أشواط الإنتاج الشوط الرئيسي يا مضمرين، هنا مع هذا التحدي، هنا مع هذه المنافسة. الكيلومتر الخطير ديما يا ديما، ولكن حربة حاملة للرقم واحد متواجدة في صدارة هذا الشوط بشعار هجن انتاج بالزبار مبارك بن محمد بن صهير المري. في المتابعة والتضمير يتابع هنا حربة على الصدارة وعلى حربة هذا الشوط، بينما هنا التماس غادمة وحاضرة ومتواجدة في هذا التحدي الكبير في هذه المنافسة العملاقة. تتواجد التماس بتواجد شعار سعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني هادي بن جار الله بن علي بن جار الله المري. في المتابعة والتضمير الله
الله الله الله الله هجن التاجم الزبار وهالي لوكير غادمين حاضرين متواجدين في هذه المنافسة العملاقة حربة على البداية التماس على المركز الثاني في منافسة شهيرة من أجل انتزاع ناموس هذا الشو في هذه المعركة الطاحنة في هذا الانطلاق المميز في هذا الإبداع والإمتاع هناك حربة ما زالت على حربة هذا الشو حربة بشعار هجن التاجم الزبار في هذه المؤسسة العملاقة التي تقدم لنا هذه الأسماء الكبيرة والنوعيات الفريد محمد بن مبارك بن صرير المري ومبارك بن محمد بن صرير الجربوع المري هو المتابع لحربة التي حققت هذا الإنجاز والانتصار Good morning بن صرير Good morning تهانين والمبروك لهجن التاجم الزبار على فوز حربة وتحقيق الإنجاز وتهانينا لمبارك بن محمد بن علي الجربوع المري على فوز حربة بناموس هذا الشوط المركز الثاني التماس لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن على عبد الرحمن الثاني بمتابعة هادي بن جلال الله بن علي بن جلال الله المري المركز الثالث المركز الثالث زمجرة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني بمتابعة محمد بن برقاب بن مقارة المركز الرابع ديما الهجر انتاج ام الزبار بمتابعة مبارك بن حمد بن صغير المري المركز الخامس خيرة لهجر انتاج ام الزبار بمتابعة فرام بن محمد بن قريع المري هكذا مشاهدي الكرام تابعنا المنافسة وتوقيت مميز مع حرب التي حققت هذا الانجاز وانتزعت الشوط الرئيسي للانتاج 6 دقائق بدون ثواني 64 جزء من الثانية تهاني وناموس لهجر انتاج ام الزبار وتهاني لمبارك بن محمد بن صرير المري من تابع حرب الى خط النهاية معلنت انها هي الفائزة بناموس هذا الشوط المركز الثاني التماس قدمت اداء متميز 6 دقائق 3 ثواني 34 جزء من الثانية تهانينا والناموس لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الثاني وتهانينا لهادي بن جلال الله بن علي بن جلال المري من تابع التماس حاصلة على المركز الثاني المركز الثالث زمجرة 6 دقائق 6 ثواني 8 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني وتهانينا لمحمد بن برقان بن